هنتكلم دلوقتي في بداية عن أسس الإسقاط، وإحنا هنا في أسس الإسقاط هنتعرض إلى كيفية تمثيل النقطة والخط والمستوى، لأن النقطة والخط والمستوى إحنا بنعتبرهم العناصر الرئيسية اللي بيتكون منهم أي جسم أو أي جزء إحنا عايزين نرسمه. ولكن بداية عشان أمثل أو عشان أرسم هذه النقطة أو الخط أو المستوى، لابد الأول أن أنا أنسبهم إلى مستويات اللي أنا هرسم عليها، اللي إحنا بنسميها مستويات الإسقاط. ومستويات الإسقاط اللي إحنا بنستخدمها هي ثلاث مستويات رئيسية. مستوى أولاني بنسميه المستوى الرأسي، وده بيكون في مواجهة الشعاع البصر اللي طالع من نظر الإنسان وهو واقف. المستوى الثاني هو المستوى الجانبي، والمستوى دون مثل زي اللي في على اللوحة اللي قدامنا ده، احنا واخدينه ناحية الشمال، وبالتالي يبقى احنا لو بصينا من ناحية اليمين هنشوفه. والمستوى التالت هو المستوى الأفقي اللي بنسميه بلان، ومرمز له هنا بالرمز بي، وده المستوى اللي احنا لو بصينا من فوق هنشوفه لأسفل. هذه المستويات الثلاثة هي دي مستويات الإسقاط الرئيسية. مستويات الإسقاط الرئيسية بتتقاطع مع بعضها، يعني المستوى الرأسي الإليفيشن مع المستوى الأفقي البلان بيتقاطعوا مع بعض في خط احنا بنسميه الخط OX. المستوى الرأسي مع المستوى الجانبي S بيتقاطعوا في خط هو الخط OZ. المستوى الجانبي مع المستوى الأفقي بيتقاطعوا في خط هو الخط OY. هذه الخطوط الثلاثة احنا بنسميها محاور الرئيسية. الثلاث محاور الرئيسية دول بيتلاقوا في نقطة بتسمى نقطة الأصل أو الأوريجين. بالنسبة لتمثيل النقطة، لو احنا عندنا نقطة اسمها ايه اللي هي النقطة المرسومة قدامنا ومكتوبة بالأبيض، وبصيت لها في اتجاه المواجهة، وكان اتجاه المواجهة بتاعي هو اتجاه السهم الأصفر اللي هو من اليمين للشمال، هبص لإشعاع البصر بتاعي هيعدي على النقطة ويسقطها لي على المستوى الأصفر المحدد الممتاز، المستويات الأصفر اللي على الشمال ده، وهشوف أنا أشوف هنا في على هيئة نقطة اسمها AE. بنفس الطريقة لو بصيت من فوق توب فيو في اتجاه السهم الأخضر لأسفل، هبص من أعلى لأسفل على النقطة A ذاتها، هشوفها في المستوى الأخضر الأفقي عند النقطة A B. احنا بنقول AE و AB بمعنى ان AE دي معناها اسقاط النقطة A عند المستوى E اللي هو مستوى الإليفيشن، و AB اللي هو اسقاط النقطة A على البلان B. وبالتالي AE و AB دول يعتبروا اسقاط النقطة A على في المستوى الرأسي والمستوى الأفقي. نلاحظ حاجة، ان النقطة A دي معرفة عندنا تعريف كامل، بمعنى ان انا عارف بعدها عن المستوى الأفقي اللي هي المسافة H، وبعدها عن المستوى الرأسي وهي المسافة D. لو احنا تخيلنا دلوقتي ان انا جيت عند الخط XY دون، وكان اللي هو تقاطع المستويين مستوي الإسقاط، وكان الخط ده خط مرن، بمعنى ان انا ممكن لو انا تخيلت ان هو زي المفصلة، ثم حركت المستوى الأفقي ونزلته لتحت زي اتجاه السهم اللي احنا شايفينه ده هو كده، بشرط اصبح المستوى الرأسي والمستوى الافقي تحت بعض على طول، يعني المستوى الرأسي وتحته المستوى الافقي. هلاقي ان مستوى نقطتي الاسقاط على بعد معين من الخط اكس واي، زي ما واضح في الجزء اللي مرسوم في اللوحة على ناحية اليمين من اسفل. هلاقي ان النقطة AE على بعد H اللي هو بعد النقطة الأصلية من المستوى الأفقي، والنقطة AB اللي هو المسقط في مستوى البلان على بعد D برضو من الخط اللي هو XY زي ما هو قدامنا. اللي مرسوم قدامنا دوان هو ده يعتبر إسقاط النقطة A في المستوى الرأسي والمستوى الأفقي. اللي احنا قلنا لحد دلوقتي ده اسم، ده ما يعتبرش تمثيل كامل. ليه؟ انا مثلت هنا النقطة بالنسبة للمستوى الرأسي والأفقي. طب والمستوى الجانبي؟ هنا يبقى احنا لازم نخلص التمثيل، عشان يبقى تمثيل كامل لازم نخلص الخطوات اللي احنا عملناها بان احنا نعمل التمثيل على المستوى في المستوى الجانبي. المطلوب مننا دلوقتي عشان
نعمل التمثيل الكامل للنقطة في الثلاث مستويات، في الأول نشوف الفراغ ده إزاي نحطه على ورقة رسم. الفراغ ده ثلاثي الأبعاد، إزاي نحطه على ورقة الرسم اللي هي ثنائية الأبعاد. ده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي. يعني اللي قدامنا دلوقتي مستوى ثلاثي الأبعاد أو فراغ ثلاثي الأبعاد، موضح فيه المستويات الثلاثة، مستويات الإسقاط الثلاثة الرئيسية اللي هو المستوى الـ E والـ B والـ S، أو المستوى الأفقي الرأسي والأفقي والجانبي. يبقى انا لو جيت ارسم المستوى دي على الرسم، هبص الاقي المستوى الرأسي هيظهر لي زي ما هو واضح كده اللي هو الاليفيشن على الورق اللي قدامي على طول. طيب عايز اضيف له المستوى الاخر اللي هو المستوى الجانبي. عشان اضيف المستوى الجانبي هتخيل ان الخط او واي ده هو قطعناه، يعني اللي هو خط التقاطع بين المستوى الرأسي والمستوى الافقي، ده الخط ده قطعناه فتحناه وحركنا المستوى الجانبي في اتجاه الشمال، فهيظهر لي المستوى الجانبي على الورقة جنب المستوى الأفقي زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي. بنفس الأسلوب بالنسبة للمستوى الأفقي، المستوى B احنا دلوقتي الخط AE دون قطعناه خالص اللي هو المحور AE اللي هو خط التلاقي بين الجانبي والأفقي، و OX نعتبره زي المفصلة، وهنروح محركين المستوى الأفقي اللي هو المستوى B إلى أسفل، فهيظهر لي زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي البلان ده هو اللي مرسوم بالاصفر تحت الالفيجن. وبالتالي بقى عندي ثلاث مستويات اسقاط او ثلاث مستطيلات يحددوا لي الثلاث مستويات اللي هسقط عليهم اللي هو الالفيجن والسايد فيو والبلان. يبقى احنا دلوقتي عندنا قدرنا نمثل مستويات الاسقاط الثلاثه، مستويات الاسقاط الثلاثه على الورقه الافقيه اللي هي في 2D، الورقه 2D اللي قدامي. طيب انا دلوقتي مثلت المستويات، يبقى اذا الباقي بالنسبه ليا اني احدد ازاي انا دلوقتي همثل النقطه الفراغيه على المستويات الثلاثه دول، ويبقى اصبح تمثيل نقطه في نقطه في الفراغ في المستويات الثلاثه الرئيسيه اللي هو الافقي والراسي والجانبي. يبقى لو انا دلوقتي عندي نقطه A والنقطه دي موجوده في الفراغ وهي مرسومة قدامنا دلوقتي بالنسبة للمستويات الثلاثة الرئيسية، وعايزة أمثلها فراغيا في هذه المستويات الثلاثة، هلاقي إن النقطة A دي هي على بعد Y من المستوى الأفقي، آسف المستوى الرأسي. ناخد بالنا من حاجة هنا، إن Y ده في نفس اتجاه المحور OY موازي ليه أهو، ونفس النقطة A دي هي على بعد X من المستوى الجانبي، وخد بالك المسافة X اللي بالأخضر دي موازية لخط OX، والنقطة A برضو على بعد Z من المستوى الأفقي، وناخد برضو بالنا ان البعد Z دون موازي لخط OZ. يعني النقطة A دي ليها إحداثيات ثلاثة X Y وZ، X بعدها عن الجانبي، Y بعدها عن الرأسي، زد بعدها عن الجانبي. والابعاد الثلاثه دي او الاحداثيات الثلاثه بتاعتها دي اللي هي الاكس والواي والزد موازيه للمحاور، محاور الاسقاط الرئيسيه اللي بتتقاطع في نقطه الاصل او. يبقى اللي قدامنا ده دلوقتي ده تمثيل كامل للنقطه A فراغيا. يبقى المطلوب مننا دلوقتي ازاي هذا التمثيل بتاع النقطه A باحداثياتها الاكس والواي والزد دي نحطها على ورقه الرسم. اللي قدامنا على الرسم دلوقتي دون في الناحية اليمين دي المستويات الإسقاط الثلاثة. فين هم مستويات الإسقاط الثلاثة؟ في عندي دلوقتي محورين متقاطعين دول بيمثلوا لي OX و OY و OZ. بس نلاحظ الـ OY والـ OZ، الـ OY اللي الأفق والـ OY الرأس، دول لو احنا طبقناهم على بعض هو هيطلع لي المستويات الإسقاط الثلاثة الفراغية اللي مرسومة على الشمال. ودي الخطوة دي اللي احنا عملناها من قيمة شوية وحولنا مستويات الإسقاط الثلاثة من 3D إلى الوضع 2D. إسقاط النقطة A في المستوى الرأسي هو النقطة AE اللي مرسومة قدامنا بالأحمر، والنقطة AE دي إحداثياتها X وZ لأنها بتقع في المستوى OX OZ. ايه هو AOX OZ؟ OX OZ دول دي محاور الرئيسية، و OX OZ تقاطعهم مع بعض بيديني مستوى الإسقاط
الرأسي الاليفيشن او الفرونت فيو اي. هكمل دلوقتي واشوف عايز امثل دلوقتي النقطة اي بي اللي هو اسقاط النقطة اي في المستوى الافقي، ونلاحظ ان النقطة اي بي دي هي احداثياتها اكس واي، اكس في الاتجاه الافقي واي لاسفل زي ما هو واضح قدامنا. يتبقى لي اسقاط النقطة اي في الجانبي. لو نلاحظ حتى في الشكل الفراغي اللي على الشمال ان النقطة اي اس دي هي اللي ما يرسمه بالاحمر في الرسم الفراغي اللي موجود على شمال اللوحة، اي اس دي اسقاط النقطة اي في المستوى الجانبي. احداثيات هذه النقطة هي واي وزد. يبقى لو اتحركت مسافة واي في الاتجاه الافقي وطلعت لفوق مسافة زد هيديني اي اكس اللي هي الاسقاط بتاع النقطة اي في المستوى الجانبي. نلاحظ دلوقتي من الشكل اللي احنا رسمناه دلوقتي دون بعض الاستنتاجات العامة اللي توضح لي البروسيدنج اللي احنا استخدمناه. اولا المسقط الرأسي AE والمسقط الجانبي AS الاثنين على نفس الارتفاع او الخط الواصل بينهم خط موازي للمحور الافقي في الرسم اللي على اليمين. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان المسقط الرأسي والمسقط الجانبي اللي هو AE و AS ارتفاعهم من ال XY هي المسافة زد. ناخد بالنا من دي ان هي زد هنا هي نفسها زد هنا. الحاجة اللي بعد كده المسقط الرأسي والمسقط الأفقي اللي هو AE و AB الاتنين دول تحت بعض، تحت بعض يعني على نفس المسافة X من المحور OZ OY. دي معنى هذا الكلام ايه؟ ان النقطة ايه اللي هي احداثاتها اكس واي وزد دي ليها معاني معينة، الاحداثات دي ليها معنى. يعني مثلا لو خدنا مثلا النقطة الاحداثي اكس بتاعها دون، اكس بتاعها دون بعدها عن المستوى الجانبي، والمستوى الجانبي ده اللي هو المستوى الناشئ من تقاطع المحور او واي مع المحور او زد. يبقى او واي احنا بنتكلم دلوقتي في الشكل الفراغي المرسوم على الشمال، يبقى الـ OY مع الـ OZ ادوني المستوى الجانبي النقطة A على بعد X منه. ناخد بالنا OY و OZ Y و Z يبقى الـ A على بعد X. نفس الكلام النقطة A على بعد Y من المستوى الرأسي، المستوى الرأسي ناشئ من إيه؟ من تقاطع الـ OX مع الـ OZ. يبقى تقاطع الـ OX والـ OZ X و Z OX و OZ. ناخد بالنا من دي احداثيات النقطة عنه هي واي، وبالمثل بعد النقطة ايه او احداث زد بتاع النقطة ايه هو بعد النقطة ايه عن المستوى الافقي اللي هو ناشئ من تقاطع الاو اكس مع الاو واي. الكلام ده يوضح لي اللي مرسوم اللي احنا رسمناه في الناحية اليمين توضيح كامل. يعني ايه؟ يعني هلاقي ان النقطة نقطة الاسقاط الثلاثة بينهم من بعض علاقة معينة، ان المسقط ان النقطة في المسقط الجانبي والمسقط الافقي على نفس الارتفاع من خط الارض اللي هو اكس او واي. ونلاحظ حاجة الاو اكس والاو واي دول هما المستوى الافقي، يشكلوا مع بعض المستوى الافقي، والAE والAB اللي هو المسقط الرأسي والمسقط الأفقي على نفس البعد من الOZ OY والOZ OY ده بيديه المسقط الجانبي وهكذا. دلوقتي هنتكلم على البروجيكشن اوف لاينز او اسقاط الخطوط المستقيمة. الاول نعرف ايه هو تعريف الخط المستقيم. الخط المستقيم هو عدد لا نهائي من النقط، او التعريف الهندسي بتاعه المحل الهندسي النقطة بتتحرك بقيود معينة. القيود ده يعني ايه؟ بتبقى مختلف. يعني ممكن مثلا ايه ان القيد ده يكون مثلا على بعد ثابت من خط معين، في هذه الحالة يبقى خط النقطة دي لو اتحركت كمحل المحل الهندسي بتاعها موازي لخط معين هيطلع الخط المستقيم الحادث من هذه النقطة هو موازي لهذا الخط. وبالتالي طبقا للعلاقة اللي بتحكم المحل الهندسي دي بينشأ لي مجموعة من الخطوط بأوضاع
كتيرة. هذه الخطوط بنقسمها إلى أنواع أو types of lines، هنتكلم عليها دلوقتي. أول نوع من هذه الخطوط هو horizontal line أو الخط المستقيم الأفقي. الخط المستقيم الأفقي ده بيبقى مستقيم موازي للمستويات الرأسية والأفقية وعمودي على المستوى الجانبي. هنبتدي بنتكلم كتكست، بنتكلم كلام، وهنشوف ازاي الكلام ده بعد كده على الرسم ازاي ده بيتحقق. النوع الثاني الخط الرأسي. الخط الرأسي ده هنلاقيه بيوازي كل من المستويين الرأسي والجانبي وبيتقاطع مع المستوى الأفقي أو عمودي على المستوى الأفقي. النوع الثالث خط موازي للمستوى الجانبي والأفقي، ده بيسمى بالإنجليزي فرونت لاين، أو خط موازي، يعني هو الخط بيبقى موازي للمستوى الجانبي وممكن إنه يتقاطع وبيبقى عمودي على المستوى الرأسي، موازي المستويات الجانبي والأفقي وعمودي على المستوى الرأسي. النوع الرابع اللي هو الخط المائل، والخط المائل ده بيتقاطع مع مستويات الإسقاط أو امتدادها. الكلام ده هنشوفه على الرسم هيوضح. احنا دلوقتي بنتكلمه كتكست ككلام، احنا هنا في الرسم الهندسي الكلام ما بينفعناش قوي، لكن احنا لو شفناه هنقدر نفهم معنى كل نوع من هذه الانواع ايه. يعني اللوحه اللي قدامنا دي مثلا فيها الخط اي بي، لو نلاحظ الخط اي بي ده احنا بنسميه هوريزونتال لاين او خط افقي. الخط الهوريزونتال ده نلاحظ انه بيوازي كل من مستويات الاسقاط الرأسي اللي هو الأمامي اللي قدامي ومستوى الإسقاط الأفقي اللي هو اللي تحت. لكن لو أنا مديته في من A من B ل A هنلاقيها هيقطع المستوى الجانبي S في نقطة. عشان كده هو ده تعريف الخط الرأسي. ونلاحظ حاجة إن الخط الرأسي اللي هو الهوريزونتال لاين والفيرتيكال لاين والفرونت لاين أو السايد فيو لاين السايد لاين دي كلها خطوط تعتبر في وضع خاص. فدلوقتي لو انا بصيت على الخط AB هلاقي شعاع البصر بتاعي هيجي لي عند النقطة A ويمتد ويتقاطع مع المستوى الرأسي في النقطة A واحد، ومن عند النقطة B هيمتد شعاع البصر لغاية لما يتقاطع مع مستوى E في النقطة B واحد. الخط A واحد B واحد اللي احنا هنسميه الخط AB E ده إسقاط الخط AB في المستوى الرأسي. ونلاحظ حاجة إن خط الإسقاط يوازي الخط AB أو معنى أصح بيشترك معاه في الشكل وفي الطول، وإحنا بنسميه خط حقيقي. بمعنى إيه خط حقيقي؟ إن ليه نفس طول وشكل الخط الرئيسي. يعني الطول بتاع لو الاي بي ده 5 سنتي هنلاقي الاي 1 بي 1 5 سنتي او اللي هو اي بي اي ده. هنكمل. لو بصيت للخط اي بي من اعلى الى اسفل عشان ارسم المسقط الافقي هلاقي شعاع البصر بتاعي هيعدي من عند النقطة اي ويتقاطع مع المستوى الافقي في نقطة، ويعدي من عند النقطة بي ويتقاطع مع المستوى الافقي في نقطة اخرى. لما اوصل بينهم هدين الخط ABE، وABE ده اسقاط الخط AB في المستوى الافقي. ونلاحظ ان ما قيل عن الABE اللي هو اسقاط الخط AB في المستوى الرأسي هو نفسه اسقاط اللي يقال عن الخط ABE اللي هو اسقاط الخط AB في المستوى الافقي، بمعنى انه موازي ليه ويساويه في الطول، وبالتالي فطول حقيقي، طول المسقطين حقيقي، يعني يساوي لطول الخط الرئيسي AB. لو بصيت من الناحية اليمين على الخط AB عشان اسم المسقط الثالث فهبص لقي شعاع البصر بتاعي هيعدي من B على A ويستمر فيتقاطع مع المستوى الجانبي S في نقطة. هذه النقطة تعتبر إسقاط الخط AB في المستوى الجانبي. إذن الخط الهوريزونتال لاين اللي هو موازي للمستوى الرأسي والمستوى الأفقي بيطلع إسقاطه خطين
مستقيمين يساوي في الطول، طولهم يساوي طول الخط الرئيسي الأصلي AB، والمسقط الثالث بتاعه بيبقى نقطة في المستوى الجانبي. كده يبقى احنا مثلنا الخط AB تمثيل كامل، طلعنا الثلاث مساقط بتوعه. وعشان احنا نحدد وضع المسقط بتاع الخط المستقيم AB في الجانبي اللي هو ABS دون، العملية بسيطة قوي قوي. ان انا لو بصيت من ناحية اليمين همر شعاع البصر من B ل A، وهيمر يوصل عشان يوصل عند المستوى الجانبي. هندسيا لو انا جيت على المسقط الافقي ومديت موازي المسقط الافقي اللي هو ABEB وخطيت ومديت خط موازي ل AX، ثم لغايه لما تقطع مع الخط OY وطلعت بيه رأسي بخط موازي ل OZ، هيتقاطع مع الخط اللي هو طالع من ال B لل A الى المستوى الجانبي اللي هو موازي للخط OX، وهتقطعوا الاثنين في نقطة اللي هي ABS اللي هو ده اسقاط المستوى في اسقاط الخط AB في المستوى الجانبي. التمثيل احنا عملنا ده تمثيل فراغي. طيب عايزين نشوف ده بقى دلوقتي بعد ما عملنا تمثيل فراغي، ازاي احنا التمثيل الفراغي ده نحوله الى تمثيل على الورقة بتاعتنا بعد ما نفرد المستويات، مستويات الاسقاط التلاتة. يعني هنكرر اللي احنا عملناه بالنسبة لتمثيل النقطة في تمثيل الخط. هنبتدي دلوقتي باول حاجة زي ما ابتدينا دلوقتي بالخط الايه الهوريزونتال لاين. قبل ما اتكلم على التمثيل البروجيكشن بتاع الخط اي بي، هرجع اكرر بعض المفاهيم اللي احنا اتكلمناها قبل كده في التمثيل الفراغي في الاول. يعني مثلا المستوى الرأسي هو مستوى بتاع تقاطع الخط OX و OZ، يبقى الخط AB بالنسبة لي لما اتكلم على خط AB هتكلم على نقطتي البداية والنهاية اللي هي النقطة A والنقطة B. هلاحظ ان النقطة A والنقطة B بيبعدوا نفس المسافة اللي احنا مسمينها Z عن المستوى الرأسي، وعشان كده الخط ده موازي للمستوى الرأسي. ونفس الكلام نكرره بالنسبة للمستوى الأفقي، فالمستوى الأفقي عندنا ممثل، أنا بنتكلم دلوقتي على الشكل الفراغي اللي ناحية الشمال، من تقاطع المحورين OX مع OY، وبالتالي الخط AB النقطة A والنقطة B بتوعه بيبعدوا عنه عن المستوى الأفقي مسافة زد. ونفس الكلام بالنسبة للمستوى الجانبي، النقطة A على بعد X منه، النقطة B صح على بعد أكبر منه، لكن أنا وأنا باصص من اليمين للشمال هلاقي النقطة B تنطبق على النقطة A، شعاع البصر بتاعي هيمر من B يخليها تنطبق على A ويستمر لغاية لما يوصل للمستوى الجانبي، وبالتالي هيبقى النقطة A والنقطة B على مسافة قد إيه؟ X من المستوى الجانبي. نربط هذا الكلام بالشكل اللي على اليمين اللي هو بتاع البروجيكشن بتاع الإسقاط. نلاحظ إيه؟ نلاحظ إن النقطة A اسقاطها في المستوى الرأسي هي النقطة A1، النقطة A بتبعد المسافة بينها وبين A1 قد ايه؟ المسافة Z. طيب المستوى الرأسي OX OZ في مستوى في الشكل اللي على اليمين هو المستوى OX OZ اللي في المستوى اللي في الشكل الفراغي اللي على الشمال. يبقى اذا النقطة A1 دي على مسافة Z. طب نتوقع ان النقطة B هتبقى على مسافة قد ايه؟ برضو على مسافة Z من المستوى الرأسي، لكن الاختلاف بين النقطة A والنقطة B ان بعدهم عن المستوى الجانبي اللي هو OZ OY اللي هو بيمثل في الشكل اللي على الشمال البروجيكشن بالخط الرأسي OZ OY، النقطة A على مسافة قد ايه؟ X،
أصغر من النقطة بي، لأن النقطة بي هتبقى على بعد من المستوى الجانبي، مسافتها إيه؟ المسافة إكس زائد الطول إيه بي. زي ما واضح في اللوحة اللي قدامنا دلوقتي، يعني النقطة بي هيبقى إسقاطها بي واحد، لكن إحداثيات بي واحد هي إيه؟ هي إكس داش وزد داش. الإكس داش هي عبارة عن الإكس بتاعت الإيه، بتاعت الـ A زائد الطول AB، والزد داش تساوي الزد بتاعت الـ A واحد ولا لأ؟ يعني الزد داش بتاعت الـ B واحد هتساوي الزد بتاعت الـ A واحد ولا لأ، اللي احنا رسمناها قبل كده؟ طبعا هتساويها، لأن النقطة A والنقطة B على نفس المسافة زد من المستوى الرأسي، وبالتالي هنحصل في المستوى الإسقاط الرأسي على النقطة A واحد والنقطة B واحد. اللي لو وصلناهم ببعض هنحصل على خط ABE اللي هو إسقاط الخط AB في المستوى الرأسي. نكرر اللي احنا الخطوات اللي احنا استخدمناها عشان نوجد مستوى الإسقاط الرأسي للخط المستقيم AB في إيجاد المسقط الأفقي لنفس الخط. هنستخدم نفس الأسلوب بنفس المفاهيم، يعني الخط AB بيبعد عن المستوى الرأسي بمسافة إيه؟ مسافة Y. يبقى إذن ونلاحظ إن الحرفين A و B للخط المستقيم هيبقوا أسفل بالظبط زي ما شفنا. إحنا لما شفنا في تمثيل النقطة إن النقطة A كان المسقط بتاعها الـ A واحد والـ A اتنين أو الـ A E والاي بي في المسقط الرأسي والمسقط الأفقي كانوا تحت بعض. يبقى إذن لو أنا جيت من عند حرفي أو طرفي الخط المستقيم اللي هو اي بي اي اللي هو الإسقاط في المستوى الرأسي، وخدت خطين رأسيين لأسفل، واجي من الخط او اكس اللي هو بيمثل لي بداية المستوى الرأسي وانزل لتحت، المسافة واي هي المسافة واي اللي هي بعد كل من النقطتين A و B عن مستوى الإسقاط الرأسي، هحصل على نقطة في بداية الخط ونقطة في نهاية الخط اللي هما يمثلوا لي بداية ونهاية خط الإسقاط أو مسقط الخط AB في المستوى الأفقي اللي هو الخط ABE. وبالتالي هنلاقي ان الخط ABE بدايته A بتبعد عن المستوى الجانبي مسافة X زي ما هو موضح قدامنا في الشكل على اليمين، وهذا الكلام ينطبق على الشكل على الشمال بالظبط. شكل الفراغ اللي على الشمال نلاحظ حاجة، ان الـ A على بعد قد ايه من المستوى الجانبي على مسافة X، والنقطة B على بعد قد ايه من المستوى الجانبي مسافة X زائد الطول AB. هو ده بالظبط اللي ظاهر عندي قدامي في المسقط الأفقي. طيب يبقى كده في الإسقاط بتاعي المسقط الرأسي طلع في المربع الأول، المسقط الأفقي طلع في المربع الرابع، المسقط الجانبي هيجي في المربع الثاني. يبقى إذن أنا هستخدم المربع الأول والثاني والرابع. طب المربع الثالث ده هنيجي من نقطة الأصل ونعمل خط مستقيم بنسويه مستوى الإسقاط المساعد. هذا الخط بيميل بزاوية 45 درجة مع الخط الأفقي أو مع الخط الرأسي، وهنتابع عليه عملية الإسقاط إزاي. إن أنا حاجي من المسقط الأفقي ومد خط لغاية مستوى الإسقاط المساعد، ثم أرفع هذا الخط رأسيا فيتقاطع مع الخط الشعاعي اللي جاي من المسقط الرأسي في نقطة في المستوى الثاني. هي النقطة دي هي مسقط الخط المستقيم ABS. ولو بصينا للنقطة أو المسقط الجانبي ده ونحلله نلاحظ الآتي. نلاحظ إن المسافة بين المسقط الجانبي اللي هي النقطة ABS والخط الرأسي اللي هو ZOY في البروجيكشن بتاعي، المسافة دي هي دي بعد النقط بعد الخط المستقيم AB عن مستوى الإسقاط الجانبي. نفس الكلام النقطة ABS اللي هو المسقط الجانبي
بيبعد عن الخط الأفقي اللي هو واي او اكس او اكس او واي بمسافه، المسافه دي تساوي بعد الخط المستقيم عن مستوى الاسقاط الافقي. يعني ملخص الكلام ان الخط الافقي اكس او واي في الاسقاط هو ده تمثيل للمستوى الافقي، والخط زد او واي هو تمثيل المستوى الجانبي في الشكل الفراغي. هنتكلم دلوقتي على الخط الفيرتيكال او الخط الرأسي، ونلاحظ بقى دلوقتي زي ما بين قدامنا ان الخط الرأسي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خط موازي لمستوى الاسقاط الرأسي والجانبي. ولو بصيت من فوق مش هشوف غير نقطة واحدة، لان النقطة ايه هتنطبق على النقطة بي وتنزل تحت تظهر لي في المستوى الايه الافقي. يبقى اذا اسقاطه خطين كل منهما يوازي الخط اي بي، واحد منهم موجود في المستوى الرأسي والتاني في المستوى الجانبي. اللي هشوفه في المستوى الرأسي لو بصيت من أمام هشوفه إيه في المستوى إيه الرأسي، لو بصيت من اليمين هشوف الخط الآخر اللي هو المسقط الإيه الجانبي اللي هذا في المستوى الجانبي، لو بصيت من فوق هشوف نقطة هي دي مسقطه في المسقط الأفقي. يعني دلوقتي لو بصيت من الأمام ونلاحظ حاجة، إن نظري لازم يبقى عمودي على المستوى، ما ببصش بميل، ببص عمودي على المستوى الاسقاط اللي انا هسقط عليه اللي هو مستوى الاسقاط الرأسي. هبص الاقي ان على بعد واي اللي هو بعد الخط عن المستوى الرأسي من النقطة A ومن النقطة B هيطلع شعاعين التوصيل بينهم هيديني الخط ABE اللي هو المسقط الرأسي للخط AB. ولو بصيت من فوق هبص الاقي الشعاع النظر بتاعي برضه نظري من فوق لازم يبقى عمودي على مستوى الاسقاط الافقي، هلاقي ان النقطة A هتنطبق مع النقطة B وتنزل لتحت وتديني نقطة ABE هتبقى على بعد مسافة Z اللي هو ايه اللي بعد اقرب نقطة من الخط عن المستوى ايه الافقي. ولو بصيت برضه عمودي على المستوى الجانبي من اليمين للشمال هبص الاقي خط شعاع النظر بتاعي هيجي من النقطة A ومن النقطة B وهيديني خط على بعد اكس من المستوى من الخط اي بي، وهو هيديني الخط اللي هو اي بي اس اللي هو الاسقاط الجانبي للخط اي بي، وبالتالي هحصل على التلات مساقط اللي انا عايزهم. عشان ننفذ هذا الكلام بقى في البروجيكشن بقى على السطح في 2 دي، اول حاجه رسمت عندي المحاور بتاعتي والمربعات، وانا هرسم في المربع الاول والثاني والرابع المسقط الافقي في المربع الرابع، المسقط الرأسي في المربع الاول، المسقط الجانبي في المربع الثاني، وفي المربع الثالث برسم خط الاسقاط او مستوى الاسقاط الجانبي اللي هو الخط اللي مايل ب 45 درجة اللي هو باين قدامنا باللون الاصفر.
ثم بعد ذلك هبتدي انفذ كلامي ازاي. انا موضح هنا خطوط العمل بالارقام 1 2 3. هبص الاقي اول حاجه هاجم النقطه الاوريجين واخد المسافه اكس افقي، واي راسي هتديني النقطه او بي اي بي بي اللي هو المسقط الافقي للخط المستقيم على نفس المسافة X ناحية اليمين اللي نرسمها على المحور OX. هطلع مسافة Z هتديني نقطة B1، هاخد الطول بتاعي اللي هو طول الخط AB هتديني النقطة A1، هيبقى الخط B1 A1 ممثل للمسقط الرأسي للخط AB واللي احنا رمزنه بال ABE. الخطوة اللي بعد كده هاجي من المسقط الأفقي واخد خط افقي اللي مكتوب عليه نمره 1، هيتقاطع مع المستوى المائل اللي هو المستوى المساعد في نقطه اطلع بيها بخط مستقيم لفوق، ثم من النقطه A1 وB1 اخد الخطين 2 و3 الخطين الافقيين هيتقاطعوا مع الخط الراسي اللي جاي من مستوى الاسقاط المساعد في النقطتين A2 وB2، والمسافه منهم هيديني الخط ABS اللي هو المسقط الجانبي. ونلاحظ حاجه ان طول الخط ABS يساوي طول الخط ABE والاثنين يساوي طول الخط الاصلي بتاعنا اللي انا كنت عايز اسقطه اللي هو الخط AB، لان هذا الخط يعتبر خط فيرتيكال او خط راسي في وضع خاص، وطوله بيبقى حقيقي في مستويات الإسقاط اللي هو موازي ليها. ودي قاعدة عامة في إسقاط جميع الخطوط، جميع الخطوط بتظهر بطولها الحقيقي وشكلها الحقيقي لو كانت موازية لمستويات الإسقاط. هنستكمل دلوقتي إسقاط فرونت لاين، وده نوع من أنواع الخطوط اللي ليها برضو وضع خاص، لأن الفرونت لاين اللي قدامنا مثلا في اللوحة اللي قدامنا هو الخط AB، الخط المستقيم AB هنلاقيه بيوازي المستوى الجانبي S اللي هو المستوى ZOY والمستوى الأفقي B اللي هو المستوى YOX، وبطول امتداده هتقطع مع المستوى الرأسي E في نقطة. لو بصينا من أعلى لأسفل هنلاقي النقطة A والنقطة B الشعر البصري هيمر بيهم وينزل على المستوى الأفقي في النقطة A1 وB1، والخط الواصل بينهم الخط ABB ده المسقط الأفقي للخط المستقيم AB. البعد بين الخط المستقيم AB والمستوى الأفقي هي المسافة Z، يعني نقطة A ونقطة B على نفس المسافة Z من المستوى الأفقي، من مستوى الإسقاط الأفقي. بنفس الطريقة لو بصينا من اليمين للشمال فالشعاع البصري هنبص دايما على مستوى الإسقاط زي ما قلنا في اتجاه عمودي على المستوى، فهنبص نلاقي النقطة A والنقطة B هيسقطوا على المستوى الجانبي S في نقطتين A2 وB2، والخط اللي بينهم ABS ده المسقط الجانبي للخط المستقيم AB وهو على مسافة X من هذا المستوى الإسقاط الجانبي. ونلاحظ حاجة ان الطول ABS والABB يعني المسقطين الأفقي والجانبي مسقطين بطولهم الحقيقي وبشكلهم الحقيقي موازين لخط الإسقاط للخط المستقيم AB الأصلي. لو بصينا من الأمام في اتجاه عمودي على المستوى الرأسي E فهنلاقي الشعاع البصري هينطبق النقطة A مع النقطة B ويمتد بطوله وهيتقاطع مع مستوى الإسقاط الرأسي في النقطة ABE اللي هي على مسافة Y من النقطة B اللي هي آخر نقطة في الخط المستقيم، وبالتالي بقى احنا كده حصلنا على الثلاث مساقط للقطعة المستقيمة AB التي توازي كل من المستويين الجانبي والأفقي. هنكرر احنا عملناه دلوقتي في الوضع الفراغي إلى الوضع المستوي على لوحة الرسم بتاعتنا. يبقى نرسم الخطين المتعامدين اللي بيمثلوا لي المحورين الرئيسيين والمستوى المساعد اللي احنا رسمينه بالخط الاصفر، وبالتالي هيبقى الربع الاولاني اللي هو الربع مكتوب فيه اللي هو بدينا احنا الرمز E بيمثل المستوى الرأسي اللي هو الربع XOZ، والربع الثاني ZOY بيمثل المستوى الجانبي، والربع الرابع XOY
بيمثل لي المستوى الأفقي. يبقى احنا لو جينا من خط الأوريجين وهنمشي مسافة إكس اللي هي بعد الخط المستقيم AB عن المستوى الجانبي، وهننزل بعد كده مسافة Y اللي هي بعد الخط المستقيم عن المستوى الرأسي، هيدينا نقطة B1، وناخد الطول اللي عندنا اللي هو طول AB وننزل B لأسفل الرأسي، هيدينا نقطة A1، وبالتالي هيبقى ABB هو المسافة بين النقطة A1 B1. نكرر العمل وهنبص نلاقي على امتداد هذا الخط A1 B1 لأعلى على مسافة من المحور OX اللي هو محور الأرض Z، هتدي النقطة ABE اللي هو المسقط الرأسي للخط المستقيم، ثم بعمل الخطوط المتوازية اللي هو الخط واحد باللاتيني والخط اثنين والخط ثلاثة. الخط واحد والخط اثنين هيمشوا من المسقط الأفقي إلى المستوى المساعد، ثم يتحرك بزاوية 90 درجة إلى أعلى، وهيتقابلوا مع الخط ثلاثة اللي هو طالع من النقطة ABE في النقطتين A2 و B2، ويبقى الخط الوصل بينهم اللي هو ABS اللي هو المسقط الجانبي للخط المستقيم. اخر نوع من انواع المستقيمات اللي احنا هنتعرض لها هو الخط المائل او inclined line، والخط ده خط لا يوازي اي من مستويات الاسقاط في الوضع العام، لكن هو برضو ممكن يكون يوازي مستوى واحد، زي مثلا الخط اللي قدامنا ده. من الممكن ان الخط اللي قدامنا AB ده يكون موازي المستوى الافقي B اللي هو المستوى اللي بيمثل به المحاور OX و OY، وده هيكون امتى؟ لو كان بعد النقطة A والنقطة B من المستوى الأفقي متساوي، لكن ممكن يكون بعد هذين النقطتين غير متساوي. في هذه الحالة لو كان البعدين غير متساويين هنلاقي ان الخط AB ده لا يوازي المستوى كمان الأفقي. الخط المستقيم AB لو الخط المائل AB دون لو اتمد من طول من ناحية A او ناحية B هنلاقيه بيتقاطع مع المستوى الجانبي والمستوى الرأسي في نقطتين، في مع المستوى الرأسي في النقطة K شرطة ومع المستوى الجانبي في النقطة K شرطتين، وبالتالي بيتقاطع معهم، ممكن يتقاطع مع المستوى او امتداده. يبقى لو حاولنا نشوف اسقاط هذا الخط المستقيم في المستويات الاسقاط الثلاثه بتاعتنا، نلاقيها خطوط مستقيمه ولكنها لها وضع خاص. هذه الخطوط المستقيمه لا تساوي الخط AB في الطول لانها اسقاط ليها ما هياش نفس الطول الاصلي، لان هذا الخط لا يوازي هذه المستويات زي ما احنا شايفينه. يعني هنبص نلاقي الخط AB له اسقاط على المستوى الرأسي هو الخط اللي بيصل بنقطتين AE و BE اللي هو طوله ABE، بالرغم ان هذا الخط المستقيم بيتقاطع مع نفس المستوى الرأسي في النقطة K1. من الجهة الاخرى الخط المستقيم AB بيتقاطع مع المستوى الجانبي في النقطة K دبل داش، وفي نفس الوقت له اسقاط فيه اللي هو الخط ASBS اللي هو طوله ABS اللي مرسوم في اقصى اليسار من اللوحة اللي قدامنا. وفي المسقط الجانبي في المسقط الأفقي المسقط بتاعه هو ABB اللي هو بيصل بين النقطتين AB و BB. بنفس الأسلوب اللي احنا اتبعناه في إسقاط الخطوط اللي هناك هنسقط الخطوط دهيا. يعني لو انا بصيت من أعلى هلاقي النقطة A والنقطة B هيتقاطعوا مع الشعاع البصري اللي مر من النظر من أعلى، هيمر من عند A و B ويسقط عندهم عند نقطة AB و BB اللي هو الخط اللي وصل منهم ABBB. لو اجي ارسم هذا الخط بقى في الاسقاط على لوحة الرسم بتاعتي هيظهر لي في الربع الرابع اللي هو زي احنا واضح امامنا، وهنلاحظ ايه؟ ان هذا الخط طلع ما بيوازيش الخط او اكس اللي هو خط الاسقاط مستوى الاسقاط الرئيسي
نتيجة ان النقطة AB بتبعد عنه بالمسافة YA والنقطة BB بتبعد عنه بالمسافة YB، وحيث ان YA غير لا تساوي YB، عشان كده بيطلع خط ايه مائل. لو جاي من نقطة AB وBB في المسقط الافقي في الرسم اللي على اليمين، ومدينا خطوط لاعلى، الخطوط الاعلى دي هي من عند نقطة A نطلع بمسافة زد A مقايسة طبعا من المحور OX، وبالنسبة للنقطة B نطلع مسافة زد B من عند المحور OX، فهنحصل على نقطة AE وBE. الخط الواصل بينه هو ABE، هيديني اسقاط هذا الخط المستقيم في المسقط الرأسي. نكرر الاسلوب اللي احنا اتبعناه هناك عن طريق خطوط الاسقاط اللي هي الافقيه اللي بتطلع من نقاط الاسقاط اللي من حروف الخط المستقيم، بمعنى ان الخط اللي هيطلع من AE افقي لغايه خط الاسقاط المساعد ثم يميل بزاويه 90 درجه، وكذلك الخط اللي يطلع من نقطه BB افقي ويتحرك بزاويه 90 درجه الى اعلى، هيتقاطعوا مع الخطين اللي طالعين من BE و AE في نقطتين AS و BS، والخط الواصل بينهم هيديني المسقط الجانبي للخط المستقيم ABS. اذا اللوحة اللي قدامنا دي نطلع منها بعض المفاهيم. اولا ان التلات مساقط طالعين على هيئة خطوط، في حين في الحالات اللي فاتت كلها كان بنلاقي مسقطين بيطلعوا خطوط والمسقط التالت بيطلع نقطة، لكن في الخط المائل الثلاث مساقط بيطلعوا خطوط. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان اي من هذه المساقط الثلاثة لا تساوي طولها الطول الحقيقي للمستقيم اللي احنا بنسقطه اللي هو المستقيم AB، في حين هناك كان المساقط اللي بتوازي الخط المستقيم اللي انا بسقطه كان بيطلع طولها حقيقي بيساوي طول المستقيم اي الاصلي. وبكده يبقى احنا نهينا طرق اسقاط المستقيم في اوضاعه المختلفة. هنتكلم دلوقتي على اسقاط المستويات، وقبل ما نتكلم على الاسقاط بتاع المستوى لازم نعرف ايه هو المستوى. المستوى هو اي سطح مكون من تقاطع خطين مستقيمين، وبالتالي اي خطين مستقيمين اتقاطعوا مع بعض هيكونوا لي مستوى، ما لم يكن هذين الخطين المستقيمين خطين شماليين الا يتقاطعا مهما امتد بأي من اتجاهاتهم. في الأول هنتعرض دلوقتي إلى أنواع الخطوط أو أنواع المستويات. هلأ عندي المستويات الخاصة، في مستوى اسمه مستوى أفقي وفي مستوى اسمه مستوى رأسي. المستوى الأفقي دون بيوازي مستوى الإسقاط الأفقي، وبالتالي هيظهر بشكله وأبعاده الحقيقية في هذا المستوى. يبقى أي مستوى
بيوازي مستوى من مستويات الإسقاط بيظهر بشكله الحقيقي وأبعاده الحقيقية. أما ما سقط في مستويات الإسقاط الأخرى يعني المستوى الرأسي والمستوى الجانبي فبيطلع خطوط مستقيمة. اللي يتقال على المستوى الأفقي يتقال على المستوى الرأسي اللي هو الفيرتيكال بلين. في الفيرتيكال بلين بنلاقيه برضو يوازي المستوى الرأسي، وبالتالي فيبقى مسقطه في المستوى الرأسي حقيقي، بمعنى انه له نفس ابعاد المستوى الرئيسي اللي انا بسقطه الاساسي اللي عندي اللي انا بسقطه ونفس الابعاد والشكل، في حين مسقطه في المسقط الافقي والجانبي هيكون خطين مستقيمين. قدامنا دلوقتي مستويين، مستوى احمر ABCD ومستوى اصفر ABCD. هنلاحظ ان المستوى الاحمر ده مستوى افقي لانه يوازي مستوى الاسقاط الافقي XOY، وبالتالي لو اي شعاع من اعلى الى اسفل نزل عليه احنا بصينا على المستوى اللي قدامنا من اعلى الى اسفل هنلاقي أشعة البصر بتاعتنا تعدي من نقطة A و B و C و D وتكون لي على مستوى الإسقاط الأفقي مستوى بنفس الأبعاد ونفس الشكل، في حين لو بصيت من الأمام للخلف هلاقي أن النقطة B مع النقطة C هينطبقوا على مع بعض وهيدوني نقطة على المستوى الرأسي E، والنقطة A مع النقطة D هينطبقوا مع بعض برضو ويدوني نقطة أخرى على المستوى E. المسافة بينهم هتبقى هي تساوي طول AB أو طول BC. لو قررنا نفس الكلام لو بصينا من اليمين للشمال عشان نرسم مستوى المسقط الجانبي هنلاقي ان شعاع البصر هيمر من على النقطة B وتنطبق على A ويسقطوا على المستوى الجانبي في نقطة، والشعاع البصري من الناحية التانية هيمر على C وتنطبق على D ويدي نقطة على برضو المستوى الجانبي. المسافة بين النقطتين اللي هيقول على المستوى الجانبي هيدوني مسقط هذا المستوى في المستوى الإسقاط الجانبي، وهنلاقي ان طوله هيساوي البي سي، طول المسقط هيظهر في الجانبي هيبقى طوله هو البي سي او الاي دي. بالنسبة للمستوى اللي على اليمين اللي هو المستوى الرأسي نلاحظ ان هو موازي لمستوى الإسقاط الرأسي، بمعنى هو لو امتد من اي من اتجاهاته من ناحية الضلع اي بي او بي سي او سي دي او دي اي من اي من الاتجاهات دي لن يتقاطع مع المستوى E على الاطلاق اللي هو المستوى الرأسي، وبالتالي هو بيوازي ليه وعشان كده بنسميه مستوى رأسي. هذا المستوى الرأسي لو بصيت من الامام عشان ارسم على المسقط على المستوى الرأسي هلاقي هيطلع لي مستطيل بشكل ابعاد المستطيل ABCD، يعني هيطلع لي عندي مستطيل مماثل لهذا المستطيل بالضبط من حيث الأبعاد والشكل، في حين لو بصيت من أعلى لأسفل هديني خط مستقيم طوله AB أو BC، لو بصيت من اليمين للشمال هيديني خط مستقيم طوله AD أو BC بنفس القاعدة اللي احنا بنقول عليها، طالما ان احنا لازم نبص بزاوية عمودية على مستوى الإسقاط. في نوعين تاني من المستويات هما المستوى الجانبي والمستوى العام. بالنسبة للمستوى الجانبي، المستوى الجانبي دون بيكون مستوى يوازي مستوى الإسقاط الجانبي، وبالتالي فمسقطه الجانبي هيكون له نفس وشكل أبعاد وشكل وأبعاد المستوى الأصلي. أما مسقطه في الرأس والأفق فبيطلع خطوط مستقيمة، هنشوفه بعد كده دلوقتي إيه بالرسم. والمستوى الرابع هو الجنرال بلين. الجنرال بلين ده مستوى بيتقاطع لو مديته من اي من اتجاهات تحته من اتجاه من اتجاهات اي اتجاه منهم هنلاقيه بيتقاطع مع واحد من مستويات الاسقاط الرأسي او الافقي او الجانبي، وعشان كده بنسميه مستوى عام. الشكل قدامنا دون فيه رسمتين، رسمة على الشمال بتديني مستوى جانبي لونها احمر، واللي على اليمين السوداء دي بتديني مستوى عام. لو دلوقتي تابعنا الاول المستوى الاحمر اللي هو المستوى اللي على الشمال ايه ده مستوى جانبي لانه يوازي المستوى الجانبي واي او زد اللي احنا بنديه رمز اس،
ونلاحظ انه لو امتد من الاتجاه بتاع البي سي هيتقاطع مع المستوى الرأسي، ولو امتد من اتجاه الضلع اي بي هيتقاطع مع المستوى الافقي. وعشان كده هذا المستوى هنلاقيه ليه 3 مساقط، اول مسقط الجانبي هنلاقيه ابعاده الحقيقية والشكل الحقيقي بتاع المستوى الاصلي اللي هو اي بي سي دي، وليه مسقطين، مسقط على الرأسي هو خط مستقيم طوله طول بي سي او اي بي، ومسقط على الافقي هو طول الضلع اي بي او الضلع دي سي. اما بالنسبة للمستوى الجانبي اللي هو على اليمين، المستوى العام اللي على اليمين اللي هو المستوى الاسود دون، فنلاحظ ان هذا المستوى لو امتد من ناحية البي سي هيتقاطع مع المستوى الجانبي، او ممكن يتقاطع مع المستوى الجانبي والمستوى الرأسي، ولو امتد من ناحية الاي بي هيتقاطع مع المستوى الافقي، لو امتد من ناحية الضلع بي سي هيتقاطع مع المستوى الرأسي، لو امتد من ناحية الضلع دي اي هيتقاطع مع المستوى الجانبي او مع المستوى الجانبي والمستوى الافقي، وده حسب ابعاده. عشان كده ده بنسميه مستوى عام، ده مساقطه بتطلع اشكال رباعية في الثلاث مساقط. هذه الاشكال الرباعية ليس لها ابعاد حقيقية، ولكنها ابعادها بتتوقف على بعد كل ركن من اركان هذا المستوى. يعني بعد النقطة A او النقطة B والنقطة C والنقطة D عن المستويات الثلاثة الرئيسية، مستويات الاسقاط الثلاثة الرئيسية اللي هي الافقي والرأسي والجانبي، البعد بتاع هذه النقط ده بيأثر في ابعاد المساقط اللي هتطلع لي، وهتطلع اشكال رباعيه. يعني مش لازم تطلع مستطيل، يعني لو كان الاي بي سي ده مستطيل، التانيين دي مش لازم تطلع مستطيلات، ممكن تطلع شبه منحرفات او تطلع مربعات، او يعني شكل رباعي طول اقطاره ووضعه بيتوقف على احداثيات كل من اركان هذا، اركان النقاط اللي بتكون لهذا المستوى. عشان كده بنقول عليه مستوى في وضع عام. هنتكلم دلوقتي على اسقاط المستوى زي ما تعودنا في كل الحاجات اللي فات. اولا هنعمله فراغيا، ثم بعد ذلك في الوضع المستوي. لو بصينا للمستوى اللي قدامنا، المستوى ABCD، هذا المستوى بيوازي المستوى الافقي، عشان كده ده يعتبر horizontal plane او مستوى افقي. هنلاحظ ان هذا المستوى الافقي اركانه بتبعد كلها بالتساوي مسافة زد عن المستوى الافقي، وبالتالي لو احنا نزلنا خطوط رأسية من A و B و C و D طول كل واحدة منها زد، ثم وصلنا بينهم هنحصل على المستوى الجديد اللي هو قدامنا باللون الأحمر اللي هو المستوى A B B B C B D B. ويعتبر الشكل الأحمر دهون أو المستوى الأحمر ده هو ده الإسقاط الأفقي للمستوى الأصلي بتاعنا. بنفس الطريقة علشان نجيب المسقط الرأسي هنبص للمستوى ABCD من أمام، فهنبص للنقطة A والنقطة D هينطبقوا مع بعض وهيدوني نقطة ADE، والنقطة B والنقطة C هينطبقوا مع بعض وهيدوني نقطة BCE. ونلاحظ حاجة إن كلا من النقطتين الجداد دول اللي هم مرسومين بالأحمر دول بيبعدوا مسافة Y عن المستوى الرأسي، وبالتالي لو وصلنا بين ABE و BCE بالخط ABE هيدينا المسقط الرأسي للمستوى بتاعنا. بنفس الاسلوب لو بصينا من اليمين لناحية الشمال هنبص نلاقي النقطة B والنقطة A هينطبقوا مع بعض في النقطة ABS، والنقطة C والنقطة D هينطبقوا مع بعض في النقطة CDS. التوصيل بينهم برضو هيدينا خط مستقيم، هذا الخط المستقيم اللي هو الخط اللي واضح أمامنا، ده اللي واضح أمامنا حاليا على الرسم، ده بيديني المسقط الجانبي للمستوى ABCD. هنتكلم دلوقتي على الإسقاط في الوضع المستوي أو على ورقة الرسم بتاعتنا. هنرسم المحاور بتاعتنا هتقسم أربع أجزاء. الربع الأول بيمثل المسقط الرأسي، الربع الثاني بيمثل المسقط الجانبي، والربع الرابع بيمثل المسقط الأفقي. ونلاحظ حاجة
ان الربع التاني اللي هو بيمثل المسقط الجانبي اللي هو الربع زد او واي هو نفسه المحور الرأسي زد او واي، لان الاثنين دول بيمثلوا المسقط الجانبي. والمستوى المساعد بتاع الاسقاط بتاعنا هيترسم في الربع الثالث اللي احنا ايه زي ما هو باين عندنا باللون الاصفر. يبقى انا بالطريقه دي ممكن ارسم المستطيل اي بي 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 سي بي دي بي في الربع الرابع، وده بيمثل المسقط الافقي للمستوى بتاعنا، حيث هذا المستوى بيبعد عن المستوى الافقي المسافه واي. هاجي من النقطه دي بي وسي بي واطلع بخطين عموديين لاعلى واقيس عليهم من الوضع بتاع الاو اكس الافقي مسافه زد. زد دي هتديني البعد بتاع المستوى الاسقاط بتاعنا عن الوضع الافقي، وهحصل على نقطتين التوصيل بينهم هيديني الخط اي بي اي اللي هو المسقط الرأسي للمستوى اللي عندي. ثم استكمل عمليه الاسقاط علشان يجي من المسقط الجانبي، وازاي بانني امد الخط اي بي اي اللي هو في المسقط الرأسي افقيا ناحيه الشمال، وبعد كده الضلعين دي سي دي بي وسي بي والضلع اي بي وبي بي امدهم برضو خطوط افقيه لغايه خط الاسقاط او مستوى الاسقاط المساعد، ثم ارفعهم بزاويه 90 درجه هيتلاقوا مع الخط الافقي اللي جاي من امتداد الاي بي اي في نقطتين هي النقطه اي بي اس وسي دي اس. التوصيل بينهم هيديني المسقط الثالث اللي هو واضح امامنا اللي اسمه بي سي اس. اما بالنسبه للمستوى الراسي الفيرتيكال بلين اللي قدامنا، فنلاحظ ان هو بيوازي مستوى الاسقاط الرأسي، وعشان كده بنسميه vertical plane. عايزين نسقط ده برضو اولا فراغيا، فاول حاجة هنعملها هنلاحظ ان هذا المستوى بيبعد مسافة y عن المستوى الرأسي، فنمد من النقط a و b و c و d خطوط، الخطوط دي موازية للخط OY طبعا خط المحور الرئيسي OY، وناخد عليهم المسافة Y، فهنحصل على النقط AB وBB وCB وDB. لو وصلنا بينهم هنحصل على المستطيل الأحمر AB BB CB DB، وهذا المستطيل هو الإسقاط الرأسي للمستوى اللي عندنا. ونلاحظ حاجة ان هذا المسقط يتشابه مع المستوى الاصلي اللي احنا عايزين نسقطه في الابعاد وفي الشكل، يعني طول AB يساوي الطول AB BB والطول AD يساوي الطول AB DB. لو بصيت للمستوى اللي انا عايز اسقطه المستوى الرأسي دون من فوق، فهلاقي النقطة C والنقطة B شعاع البصر بتاع النقطة C والنقطة B هيستمر لتحت وهيتقابل مع المستوى الأفقي في نقطة على بعد زد من المستوى الرأسي بتاعي اللي أنا عايز أسقطه. يبقى في مسافة زد هي بين هذا المستوى اللي أنا عايز أسقطه وبين المستوى الأفقي اللي أنا هسقط عليه. نفس الكلام الشعاع البصري هيمر من دي هينطبق على إيه وهيستمر برضو مسافة زد وهيديني نقطة تانية على المستوى الأفقي مستوى الإسقاط الأفقي. النقطتين دول هو النقطة BCB اللي باينة بالأحمر والنقطة ADB. لو وصلنا بينهم هنحصل على الخط اللي هو باين باللون الفسفوري قدامنا دون اللي هو الخط CDB، وده يعتبر مسقط المستوى الرأسي في مستوى الإسقاط الأفقي، يعني المسقط الأفقي للإيه للمستوى الرأسي. بنفس الأسلوب هبص من اليمين للشمال، فالنقطة C والنقطة دي هينطبقوا مع بعض وخط الشعاع البصري هيطلع منهم وهيتلاقى مع المستوى الجانبي في نقطة النقطة CDS على بعد X، والنقطة B مع النقطة A هينطبقوا مع بعض بالشعاع البصري بتاعي وهيستمر الشعاع فيتلاقى مع المستوى الجانبي في نقطة أخرى هي ABS برضو هذه النقطة على بعد X من المستوى الرأسي المطلوب إسقاطه.
التوصيل بينهم هيديني خط مستقيم، هو هذا الخط يمثل لي المسقط الجانبي. وبكده يبقى احنا استكملنا الاسقاط الفراغي لهذا المستوى. هنتكلم دلوقتي على الاسقاط في الوضع المستوي او على ورقة الرسم بتاعتنا. هنرسم المحاور بتاعتنا، هتقسم اربع اجزاء. الربع الاول بيمثل المسقط الرأسي، الربع الثاني بيمثل لي المسقط الجانبي، والربع الرابع بيمثل لي المسقط الافقي. ونلاحظ حاجة، ان الربع الثاني اللي هو بيمثل المسقط الجانبي اللي هو الربع زد او واي هو نفسه المحور الرأسي زد او واي، لان الاثنين دول بيمثلوا لي المسقط الجانبي. والمستوى المساعد بتاع الاسقاط بتاعنا هيترسم في الربع الثالث اللي احنا ايه زي ما هو باين عندنا باللون الاصفر. يبقى انا بالطريقه دي ممكن ارسم المستطيل AB BB CB DB في الربع الرابع، وده بيمثل المسقط الافقي للمستوى بتاعنا، حيث هذا المستوى بيبعد عن المستوى الافقي المسافة واي. حاجة من النقطة دي بي وسي بي واطلع بخطين عموديين لاعلى، واقيس عليهم من الوضع بتاع الاو اكس الافقي مسافة زد دي هتديني البعد بتاع المستوى الاسقاط بتاعنا عن الوضع الافقي، وهحصل على نقطتين التوصيل بينهم هيديني الخط اي بي اي اللي هو المسقط الرأسي للمستوى اللي عندي. ثم استكمل عملية الاسقاط علشان يجي من المسقط الجانبي، وازاي بانني امد الخط اي بي اي اللي هو في المسقط الرأسي افقيا ناحية الشمال، وبعد كده الضلعين دي سي دي بي وسي بي والضلع اي بي وبي بي امدهم برضو خطوط افقيه لغايه خط الاسقاط او مستوى الاسقاط المساعد، ثم ارفعهم بزاويه 90 درجه هيتلاقوا مع الخط الافقي اللي جاي من امتداد الاي بي اي في نقطتين، هي النقطه اي بي اس وسي دي اس. التوصيل بينهم هيديني المسقط الثالث اللي هو واضح امامنا اللي اسمه بي سي اس. هنتكلم دلوقتي على اسقاط المستوى الجانبي. المستوى الجانبي معناه مستوى راسي يوازي المستوى الجانبي وعمودي على كل من المستوى الرأس مستوى الاسقاط الرأسي والمستوى الافقي زي اللي احنا شايفينه قدامنا اللي هو A B C D. نلاحظ ان هذا المستوى بيبعد مسافة واي عن المستوى الاسقاط الرأسي، وبيبعد مسافة زد او اعلى المستوى زد اعلى المستوى الافقي بمسافة زد، وعلى يمين المستوى الجانبي بمسافة اكس. يبقى احنا لو بصينا في الاتجاه مستوى الاسقاط الرأسي هلاقي ان النقطة دي والنقطة سي هنطبقوا مع في النقطة دي سي اي، والنقطة ايه هتنطبق مع النقطة بي في النقطة اي بي اي، وكلا النقطتين دول بيبعدوا مسافة مسافة واي عن مستوى الاسقاط الرأسي، وبالتالي التوصيل بينهم بالخط بالسهولة ده هيديني اسقاط المستوى اللي انا عايزه في في المسقط الرأسي. بنفس الطريقة النظر من اعلى الى اسفل هلاقي النقطة دي واي هينطبقوا مع بعض في نقطة موجودة على المستوى الأفقي، والنقطة C و B هنطبق مع بعض في نقطة أيضا موجودة على المستوى الإسقاط الأفقي، كلتا النقطتين دول على مسافة زد من المستوى اللي بتاعنا، وبالتالي التوصيل بينهم هيدينا الخط الفسفوري الآخر ده هو اللي بيمثل لي المستوى بيمثل لي المسقط الأفقي للمستوى الجانبي اللي احنا عايزين نسقطه. استكمالا لهذا الكلام، لو بصيت من اليمين للشمال في اتجاه عمودي على مستوى الإسقاط الجانبي هلاقي ان شعاع البصر بتاعي هيعدي من المستوى ده من عند النقاط A و B و C و D، وبالتالي هيديني المستطيل الاحمر اللي ظهر امامنا اللي هو المستطيل A B C D اللي هو واقع في مستوى الاسقاط الجانبي، وهو ده المسقط الجانبي للمستوى بتاعنا، ونلاحظ ان ابعاده حقيقية وشكله حقيقي. بالمثل المسقطين الاخرين اللي هو الرأسي والجانبي اللي هم الخطوط المستقيمة دي برضو ابعادها حقيقية، يعني طول المسقط الرأسي يساوي البعد اي بي او يساوي سي دي سي بي اي دي او سي بي، والمسقط الافقي يساوي اي بي او دي سي في الطول بيساوي دي في المقدار تماما. عشان نسقط هذا الكلام او ننفذ هذا الكلام هندسيا على ورقه الرسم، هنرسم المحاور الرئيسيه بتاعتنا اللي هي المحور اكس او واي والمحور زد او واي متقاطعين في نقطه الاصل او، وهنرسم المساقط الثلاثه بتاعنا
في الربع الاول والثاني والرابع. بمعنى يبقى اذا معنى هرسم الرأسي في الاول والجانبي في الثاني، معنى كده ان انا برسم الجانبي على شمال الرأسي، يبقى انا هبص في الرسم ال 3D اللي هو على الايدنا الشمال، هبص من المفروض عشان ارسم الجانبي ابص من اليمين للشمال. وطبعا البلان او الافقي دائما بيبقى تحت الاليفيشن زي ما احنا اتعودنا. يبقى اذا ايه مستوى الاسقاط المساعد هيكون في المستوى في الربع الثالث زي ما واضح قدامنا. اول حاجه هبص الاقي ايه، لو بصيت انا في الاتجاه عشان اسم مسقط الراسي من الامام في وضع عمودي على مستوى الاسقاط الراسي، هلاقي ان النقطه A و B هينطبقوا مع بعض في النقطه A B E، ودي على مسافه زد من خط او اكس. وهلاقي ولو بصيت من اعلى الى اسفل هلاقي النقطه C والنقطه B هينطبقوا مع بعض في النقطه C B B، ودي على مسافه واي من خط او اكس. هستكمل الاسقاط بتاعي ان انا لو كملت النظر من اعلى الى اسفل هلاقي عندي النقطه دي وايه هينطبقوا مع بعض في نقطه دي اي بي، والتوصيل بينهم بالخط هيديني المسقط الافقي اللي هو بالخط الايه الفسفوري الواضح امامنا. نفس الكلام استكمالا بالنظر من الامام على المستوى بتاعنا، هلاقي ان النقطه دي وسي هينطبقوا مع بعض في النقطه دي سي اي، والتوصيل بينها وبين النقطه اي بي اي هيديني الخط الاحمر ده الاسقاط الراسي للمستوى اللي احنا عايزين نسقطه اللي هو المستوى الجانبي. اما عشان ارسم المسقط الجانبي فانا هبص من اليمين للشمال. علشان اطبق الكلام بقى لما ببص من اليمين للشمال وعشان ارسم المستطيل اللي هو الاي بي سي دي اللي هو مرسوم على ايدنا اليمين في الاسقاط الفراغي دون او في الرسم الفراغي، هعمل ايه؟ هاجي من النقطه دي سي اي وارسم خط افقي، ومن النقطه اي بي اي واخد خط افقي، هلاقي ان ده بيحدد لي الحدود العليا والسفلى للمسقط الايه الجانبي. بنفس الطريقه لو جيت على المسقط الافقي وخدت خطين افقيين من حدود برضو المسقط الافقي، هيقطعوا لغايه لما يتقاطعوا مع مستوى الاسقاط الجانبي، اسف مستوى الاسقاط المساعد، واطلع بيهم الى اعلى، هيتقابلوا مع الخطين اللي جايين من المسقط الراسي، كل دول هيتقابلوا في المسقط الجانبي وهيديني حدود المسقط الجانبي اللي هو هيبقى واضح قدامنا باللون الاحمر ومرموز له بي اي بي سي دي. وبكده يبقى احنا حصلنا على المساقط الثلاثه المطلوبه لمستوى الاسقاط الجانبي. نلاحظ هنا هو ان احنا في كل شغلنا في كل اللي عملناه في اسقاط المستويات ان انا دايما بيكون عندي مسقطين، لازم يكون عندي الراسي ومعاه اما الجانبي ومعاه او الراسي ومعاه الافقي، ومنهم باخد بالخطوط اللي بتوصل لمستوى الاسقاط المساعد او خطوط افقيه علشان منهم اقدر ارسم المسقط الايه الثالث اللي مش معروف عندي.